تدري لو واحد الآن أعلنها لله توبة بين يدي الله، تدري أنه قرر ماذا؟ قرر الذهاب إلى الله، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. شباب شباب، من الذي يريد الذهاب إلى الله في الدنيا قبل الآخرة؟ اللي قرر ان يذهب بقلبه وبسمعه وبصره لله في الدنيا ويعلنها هدايه يقوم واقف. الله اكبر يا شيخ، الله اكبر، الله اكبر. قرر الذهاب الى الله، ماذا بعد؟ وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، وقال الله ماذا يريد؟ يريد أن يتوب علينا أجمعين كلنا، وعلى المشاهدين اللي يشاهدون الآن. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. من يريد أن يفرح الله بتوبته؟ الله. من الذي؟ الله أكبر. الله. أسأل الله. كبير يا شيخ. أبشر بالخير. الله يفتح عليك يا شيخ. الله. وأقسم بالله أن أكبر هدف لنا من هذا اللقاء أن يطلع الله عز وجل علينا وعليكم فيرضى عنا. إلهي وقال.